السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا باشمهندسين؟ عاملين ايه الاخبار؟ النهاردة ان شاء الله هنتكلم على حاجة مهمة جدا، وهي ميزان الخيط، او زي ما بعض الناس بتسميه الشاغول، او الميزان العصفورة، اي مسمى من المسميات دي. الميزان ده مهم جدا جدا جدا، ولازم طبعا تبقى عارف استخدامه عامل ازاي، لان بيحصل فيه نصب كتير من الصنايعية ومن العمال يعني على المهندسين او على الاستشاريين او ايا كان. فانت لازم تعرف استخدامه، وبعد كده تعرف النصب اللي بيحصل فيه. اولا الميزان ده بتستخدمه علشان تستلم بيه رأسية الأشياء، يعني بتستخدمه علشان تتأكد الحاجة اللي قدامك دي رأسية ولا مش رأسية. طيب يعني لو عندنا حيطة بتتبني تقدر تتأكد بيه الحيطة دي رأسية تماما ولا لأ. لو عندنا عمود هيتصب تقدر تستلم بيه الشدة الخشبية وتقدر تتأكد ان العمود ده رأسي ولا لأ قبل ما تصبه. طيب لو انا صابب الدور الاولاني وعايز اعمل عمدان الدور التاني، تقدر تستلم العمدان بتاع الدور التاني ان هي رأسية تماما ومسلمة الدور اللي تحتها مظبوط، يعني العمود فوق العمود بالظبط. تمام. تقدر برضو بتستخدمه في ايه كمان يا سيدي؟ تقدر تستخدمه كمان في بند زي المحارة. الناس اللي اشتغلت محارة عارفة الكلام ده، ان انت في المحارة في حاجة اسمها البؤج. البؤج دي بتكون بسمك 2 سنتي. تمام. فانت المفروض بيبقى عندك بؤج علوية وبؤج سفلية. انت عايز تستلم ان البؤج العلوية والبؤج السفلية وش واحد، الاتنين بروزهم نفس البروز، عشان لما تيجي تملى ما بين البؤج وتعمل الملو بتاع المحارة يديك مستوى واحد، ما تبقاش حتة عالية وحتة واطية. فانت بتروح جاي حاطط العصفورة اللي هي الجزء ده، هي دي العصفورة. تمام. هتحطها على البؤجة اللي فوق، والخيط ده بيكون ممسوك في الاسطوانة، فالاسطوانة هتبدأ تنزل بيها على البؤجة اللي تحت. عرض العصفورة وعرض الاسطوانة نفسه، انا عرض العصفورة 5 سنتي، عرض الاسطوانة 5 سنتي. الاسطوانة دي وزنها ما يقرب من الربع كيلو. فانت بتحط الدايرة اللي في العصفورة دي، اللي في الدايرة الخارجية دي، على البؤجة اللي فوق، تبدأ تنزل الخيط. فالاسطوانة دي بتكون مربوطة في الخيط من تحت، بتبدأ تنزل معاك عند البؤجة اللي تحت. ما ينفعش الاسطوانة دي تكون طعنة في البؤجة اللي تحت، يعني ما ينفعش تكون لازقة في البؤجة، لازم يكون فيها هواء منورة سنة بسيطة، وتكون يعني لمسة وبتلف، تكون الاسطوانة دي لمسة البؤجة اللي تحت وبتلف. الكلام ده انا ما بقولوش على المحارة بس، الكلام ده بتطبقه على كل حاجة. يعني انت لو بتوزن عمود، العمود زي ما احنا عارفين بيبقى فيه حتة سفلية وحتة علوية. اللي مش عارف يعني ايه حتة اقول لك، تعالى بص يا سيدي، لما بتيجي العمود لما بيتعمل الخشب او النجارة بتاعته، لو بصيت على العمود من تحت بتلاقي حواليه 4 خشبات. خلينا نتكلم كأن احنا بنتكلم مع ناس مش عارفة خالص يعني المسميات بتاع الموقع، ولا براندات ولا عروق ولا كلام من ده. لو انت بصيت على الخشب بتاع العمود اللي هو التجليد، اسمه التجليد، اللي هو الخشب اللي بيبقى الفورمة بتاع العمود من الآخر، لو بصيت على الفورمة دي من تحت هتلاقي 4 خشبات ماشيين كده، 2 في اتجاه X و2 في اتجاه Y، محوطين على التجليد ده أو على الفورمة بتاع العمود. ولو بصيت هتلاقي الحطة دي بتتكرر تاني فوق، يعني تيجي تبص تلاقي فوق برضو 2 ماشيين في اتجاه X و2 عمودين عليهم في اتجاه Y، التقاطع بتاعهم مديك مربع، المربع ده هو الفورمة بتاع العمود. طيب لو المربع اللي تحت والمربع اللي فوق مش قصاد بعض بالظبط، العمود بتاعك هيبقى رأسي تماما؟ طبعا هيبقى العمود مش رأسي،
طب يا باشمهندس، والعمود لو مش رأس هيحصل ايه؟ اقول لك دي تبقى كارثة، لان العمود لو فيه نسبة ميل معدية النسبة المسموح بيها في الكود، العمود ده لازم يتكسر، والنسبة المسموح فيها بيها في الكود ملالي، يعني مثلا المتر كام مش متذكر الرقم دلوقتي، بس هقوله لكم ان شاء الله تفصيلا في لما نيجي نتكلم عن الأعمدة. تمام، اعتقد كل متر ملي حاجة زي كده، يعني لو الدور 3 متر مسموح لك بميل 3 ملي، انت متخيل دور 3 متر يكون العمود مايل 3 ملي؟ ما بالك بقى لو الحطتين مش موزونين مع بعض، طبعا هيحدث معاك بكام سنتي، فده طبعا غلط. تمام، ده بالنسبة للمحارة، بالنسبة للأعمدة، بالنسبة طيب لإيه تاني؟ عايز بقى توزن أي حاجة، يعني عايز مثلا حيطة بتتبني، بنيت كذا مدماك، واللي مش عارف يعني ايه مدماك، هو عبارة عن سطر طوب، فانت بنيت مثلا الحيطة دي بتتكون من 20 مدماك، 20 سطر طوب هيديك الحيطة. انت مثلا البنا عمل 3 او 4، فانت ممكن تستخدمه وتروح وزن ال4 مداميك دولت موزونين وزي الفل، تمام، يكمل عمل 4 تانيين او عمل 5 تانيين، ممكن توزنهم مع اللي تحتيهم تطلع الحيطة مسطرة. تمام، هو ده ميزان الشغول او ميزان الخيط او العصفورة. تمام، انا اسف انا مبقدرش اسجل فيديوهات كبيرة، علشان زي ما انتوا شفتوا الرسالة اللي جت من شوية دي، الذاكرة بتاعت الموبايل مليانة يعني. خليني اوقف الفيديو واروح اشوف لكم صورة تانية عن الميزان ده. زي ما احنا شايفين في الصورة دي، هي دي العصفورة اهي، عشان الناس تتخيل بس، دي العصفورة بيكون حاططها هي على الحطة الخشب من فوق بتاع العمود، وطبعا ماسك الخيط بإيده، وبيكون طبعا الخيط زي ما احنا شايفين نازل اهو في آخر الخيط ده من تحت الأسطوانة. تمام، الأسطوانة دي المفروض تبقى عاملة ازاي؟ ثواني نروح نجيب صورة للأسطوانة. ده يا جماعة شكل الأسطوانة من تحت اهو، زي ما احنا شايفين بتكون نازلة لمسة الحطة اللي تحت في العمود. لو احنا بصينا هنا كده هنلاقي ان ده الخشب ده بتاع العمود اهو، الفورمة اللي هو الخشب الرأسي، حواليه الخشب الأفقي اللي احنا شايفينه ده، 2 في اتجاه X اهو و2 في اتجاه Y. فانت بتوزن اهو الخشبة دي مع الخشبة اللي فوقها اللي زيها بالظبط اللي كان محطوط عليها العصفورة. لو الأسطوانة دي لمسة الخشبة دي وعمالة تلف، مش طعنة فيها جامد، يعني ايه طعنة؟ يعني مريحة على الخشبة. طبعا لو مريحة على الخشبة معنى كده ان الجزء اللي فوق حادف ناحية التريحة، يعني لو مريحة على الخشبة، الخشبة يمين اهي، لو مريحة عليها يمين يبقى الجزء اللي فوق حادف يمين، مايل ناحية اليمين. طيب لو انت حاطط العصفورة فوق والميزان ده نازل رامي بعيد عن الخشبة، يبقى الجزء اللي فوق رامي شمال مايل ناحية الشمال. لكن لو لمسة الخشبة اللي فوق ولمسة الخشبة اللي تحت وبتلف، يبقى كده 100 100. بيحصل سرقة ازاي بقى يا باشمهندس؟ ممكن اللي فوق تبقى رامية يمين زي ما قلنا، المفروض تبقى طعنة تحت ومريحة على الخشبة، يروح الصنايعي فوق، انت طبعا واقف همك كله على الاسطوانة تحت، واقف تبص على الاسطوانة عشان تشوفها مريحة ولا لأ، يروح حاطط لك صباعه تحت العصفورة، يعني يقوم عامل صباعه ده كده ومريح العصفورة عليه كده، فبقى تخانة صبعه دي تديك تحت 100 100. يعني مثلا هو مريحها سنتي ولا كده، هو التخانة بتاع صبعه راح حاططها لك تحت العصفورة، فادتك ميزان وانت مخدتش بالك. صنايعي تاني ممكن وانت عمال تستلم تلاقيه ايه، انت لسه ما قلتلوش اوزن لي العمود، هو عمال يلف الخيط يلف الخيط يلف الخيط، فتيجي انت تقول لوزن، طبعا الخيط لافف جامد، هو عارف ان العمود هيريح والاسطوانه دي هتريح على الخشب، يروح حاطط العصفوره ويروح منزل لك الاسطوانه، طبعا الخيط ملفوف، فالخيط يبدا ايه يلف عكس عشان يفك، وانت مش واخد بالك، فانت بتبص برضو همك كله على الاسطوانه عشان تديك ميزان، فانت بتبص على الاسطوانه تلاقيه عمال يلف كده 100 100، وروح مخيطك وملبسك العمود، والعمود اصلا مش ميزان. بس يا سيدي،
اتمنى يكون الفيديو عجبكم، يا ريت تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناة، تفعلوا زر الجرس عشان يجيلكوا اشعار بأي حاجة جديدة، يا ريت تشيروا الفيديو علشان الكل يستفاد، ربنا يجعله في ميزان حسناتنا جميعا، انا وكل اللي هيساهم في نشر المعلومات دي، ونسألكم صالح الدعاء. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.